لسه مكملين معاكم العاب التحدي، وده التحدي التاني، وهنشوف بقى مين من الاسرتين اللي هيوقع البرج ده. عارفين اللعبه دي كويس صح؟ بها حب بقى، هنشوف مين فيكم بقى اللي هيبقى مسؤول عن ده، ونبتدي بالابهات على طول عشان بحب احملكم المسؤوليه. فتعالى بقى يلا كده استاذ اسامه على طول. استاذ اسامه الاول، بابا الاول. المفاجاه دي هو الاول وبعدين ايه حضرتك. يلا انا الاول كمان. انت الاول كمان. هنعمل ايه لمين بقى؟ ها شكلها طعم الاول وحاجه في منتهى اللذه. الله برافو. اتفضل يلا يا هينو. اتفضل. خلاص المهمه انا والنبي هي الثقه دي. الثقه دي. يلا يا ماما. طبعا كان صح. ده انت كمان ايه ده، انت بتلعب اللعبه دي كتير. انا عارفه الحركه دي. مفيش خالص ايه، مفيش توازن، مفيش اعصاب، مفيش ايه بالظبط. الله 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 الله. ماشي. لا لازم تحطيها في النص، وانا ما قلتلكيش ان انت لازم تحطيها في النص بالطول كده. هو اللي عمله فيكي كده يا مامي. لا لازم تنزل مكانها. هو انا ما قلتلكيش برضه انت لازم تستخدمي ايد واحده بس؟ ايه ده؟ شفتي بقى؟ برافو. ممكن ما تقوليش بقى الحاجات اللي انت بتقولها دي كلها؟ يلا يا ماما. يلا يا ماما. اديني قلت لك كل حاجه يا ماما. يلا. يلا يا ماما. يلا يا ماما. يلا يا ماما. ما بالراحه. يلا يا ايه. يلا يلا يلا. عايزه هي قوه، عزيمه، اراده. اوبا. هيقع؟ هيقع. مش هيقع. مش هيقع. ما وقعش. يبقى حطها فين؟ عادي جدا. حطها فين؟ العكس. هنا كده هنا. برافو. يلا يا مريم. يلا تيمو شكلك ايه هادي. الله واثق. يا سلام يا ولاد. يلا يلا حلا يا حلا. حلا خدي بالك يا حلا. يلا خدي بالك يا حلا. واضح ان في تحذيرات وخوف. ايوه يلا نخلي بالك. ايوه هو ليه؟ على فكره انت لو اتحركتي حوالين ده بيهز الطاولة. مش بس ايه؟ ايوه يا حلا. اللهم بلغت اللهم فشل. ايوه يا حلا. يلا يلا انا هساعدك تحطها بس انت شايل بالراحه بالراحه. ايه الثقه دي؟ ايه الثقه دي؟ شطاره. هتعرف خلابي ناس. لا برافو. لا برافو. ماشي مش هساعدك انت طويل. ايوه ماشي. خد بالك يا تيمو. خد بالك يا تيمو. وقع يا تيتو. ايه ده؟ ايه ده فعلا؟ ايه تيتو ده؟ ايه تيتو ده؟ شكل تيتو هيهد البرج. ما بلاش شكله. لا 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 خد واحدة ما تسحبش. خد واحدة. لا 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 دخل ايدك كده. ها؟ تركيز؟ تركيز؟ لا 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 سيبوه سيبوه يا جماعة. هو مركز. الراجل مركز. الراجل مركز. خلي بالك. خلي بالك. صعبها جدا. خلي بالك وانت تحطها. صعبها جدا على اللي بعده يا جماعه. صعبها جدا على اللي بعده. بس شكرا. الله انا خايف. صعبها جدا جدا. تعالى حضرتك هنا. انت قلت بابا بيخسر على طول صح؟ ان شاء الله خير. انا بتحرك. انا هطلع بره عشان ايه؟ عشان انا ماليش دعوه بالمسؤوليه دي. براحتك اعمل اللي انت عايزه. انت بتتحرك ده موضوعك. بس انا ايه رجعت ورا. يا نهار ابيض يا بابا. يا بابا ده خليه شويه ثقه. يا نهار ابيض يا بابا. لا سيبني اصلا. ما بتكسبش في اي حاجه انا فاكره. ايوه ايوه. لكن هتكسب دلوقتي ولا ايه؟ خلي بالك. خلي بالك. انا كده اللي هوقع. وقعها. وقعها ولا ايه؟ لا. طب شويه ثقه في بابا. شويه ثقه في بابا. بابا عملها صح. الحمد لله يا عيني. كان حاطط ايده على قلبه وانت راجع كنت هتوقعها. خلي بالكوا عشان لو وقعت وانتوا راجعين انا راجعه ورا. انا عامله اللي عليا. واحده بس يا فندم. واحده بس. ايد واحده. حضر روح المهندس اللي جواك يا هاني. حضر روح المهندس اللي جواك يا هاني. ايوه يا رب. حضر روح المهندس. فين الروح الرياضيه؟ طب بص ازاي. معلش معلش معلش. لو وقع خلي بال حضرتك من الحكم. يلا وخلي بالك وانت راجع. خلي بالك وانت راجع. يلا يا ماما. يس. الموضوع ابتدى يبقى متطور. انا شايفه ان هو بيديكي نصايح تيمو. ها يقول لك امسكيها من تحت مش من فوق. هل هتسمعي كلامه؟ هل هتسمعي كلام ابنك حبيبك
ده هو انا اللي بعديها؟ انت عيها بقى ونجيبها. تصدقي ان انت اللي بعديها فعلا؟ ايه؟ لا هي انت ما تركزيش معايا. سعد محدش يفضلها. الله الله الله. ايه سمر؟ ايه سمر؟ يلا يا سمر، يلا يا سمر، برافو يا سمر. برافو يا سمر. الله على الهدوء يا سمر، الله على الضبط النفسي يا سمر. خلي بالك وانت راجعه يا سمر، ايد واحده يا سمر حطيها يا سمر وارجعي مكانك، ويا رب ما تقعش. ونخش على ايه؟ انت بتحطيني في حته صعبه قوي يا جماعه. خلي بالك وانت راجعه. انت بتهربي. بالراحه. كنت هتقع. مش عارفه بقى ولا ماشيه. هي بتتلكك وشكلنا ايه يا ماما؟ حاولي تطلعي بره المأزق ده يا ماما. انا لازم اطلع. هيقولوا لك وقعتي البرج يا ماما. هو واقع اصلا. ايوه ماما هي اللي صراحه. الله يكون في عونك. حطت يلا هتبهرك ماما، هتبهرك. انا حاسه ان ماما واحده بس. ايد واحده. ايه واحده بس. ايد واحده. واحده بس. ايه وبلاش الحركات دي. الموضوع بيزداد صعوبه بالغه. كنت هتقع. حطيها. ايد واحده. وايد واحده والله. ايوه برافو. خلي بالك ماما انت راجعه. بالراحه وانت راجعه. بالراحه وانت راجعه. تعالى اقف جنبي هنا عشان ما نبقاش احنا لينا دعوه. حركي بالراحه وانت راجعه. هي كده خلاص. هو لو وقعت وانا ماشيه هيبقى انا اللي وقعتها وانا مالي. انتوا ابتديتوا تسحبوا وانتوا داخلين. الموضوع موتر عامه. انا معاكم. الله تكتيك بقى. تكتيك بقى. ارجوك وقعها. بيتأنى. موضوع عايز تركيز. هو بيعمل ايه؟ واضح ان هو بيحسبها. بالراحه بالراحه. بس تفكير منطقي ولكن في غاية الصعوبة. في غاية الصعوبة. إن شاء الله. إن شاء الله. في غاية الصعوبة. أنا نفسي اتوترت. أصل البتاع بقى فوق مهزوز قوي. لا لا ما حق. يلا. ها؟ لا هو بيتهز في حاجة أصلاً. تعبة. راحة خالص. راحة خالص. راحة خالص. هتقع ولا إيه؟ إن شاء الله مش هتقع. راحة. طقع. حبيبي ها يا عيني. برافو جدا. ما تتغرش وانت بتحطها وانت راجع. برافو جدا يا تيمو وانت راجع. خلي بالك شطاره. يلا يلا يا حلا. جربي كده تتهز بس. يلا يا حلا. زي ما انت شايفه الهدوء المكان. شوفي اللي قدامي سايم فين. تأني شكلك متأنيه يا حلوله. حالة هتوقعها. لا لا ليه كده؟ عايزين نشجع حالة. يلا يا ماما. يلا يا لولو. يلا يا لولو. يلا يا لولو. برافو. يلا يا لولو. برافو. تفكير قمه في الذكاء. برافو. بالراحه خالص. انت بالامل فيك. انا خايفه. يلا يا نهار ابيض عليك. انت متاكد؟ بالراحه. بالراحه جدا. بالراحه جدا. حبيبي مش عايز ينزل اصلا. ماشي انا هساعدك في دي. انا خايفه استنوا بقى. استنوا. اوعى أو انا فعلا اللي انت وقعتيها. يبقى كده افضل عليك انت. يبقى انت بتكسبتي. برافو. برافو. برافو عليك. يلا برافو فعلا. بس صعبها قوي قوي بقى. ما بقاش مرتكز خالص البرج. ما بقاش مرتكز خالص. ندور على حته مضمونه وسهله. ايوه موضوع محتاج تفكير وتكتيك وتخطيط. ممكن من فوق ممكن من تحت ولكن الموضوع في غاية الصعوبة. أنا ابتديت أتوتر. أنا شكلها كده رايحة خلاص. شكل. أيوه برافو والله العظيم. برافو. أيوه إن شاء الله. برافو. برافو يا تيمو. خلي بالك وأنت راجع يا تيمو. أحسن يا بابا. روح روح. برافو يا تيمو جدا. منظم. يلا يا انا حاسه انها هتيجي على حد. والله من الاول انا عارفه من الاول. يلا ان شاء الله ربنا يستر. انا ثقه ثقه. هتيجي مننا احنا. ثقه. ايوه. انا بقول لك انت انا قلت لك انا احساسي ما بيحبش والله. هو اللي كان حاططها. هو اللي كان. هو اللي كان بقى. ونبتدي نرمي اصابع لتام. المهم ان احنا عندنا تحدي تاني هنشوف فيه مين هيأدي ازاي. يلا بينا نروح على اللي بعده على طول.